كمان لازم نشكر استاذ محمد اليماني صاحب صفحه قوم، لانه بيقدم لهم. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا استاذ خيري. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا يعني انا ما بقتش قادر اتكلم بعد كلام ولد البنت. يعني احنا بنشكرك جدا جدا جدا، انت بتقدم خدمه جليله يعني وعظيمه لناس مش بتعرف تتعامل. وده دورنا وده واجبنا، احنا بنحاول نعمل نبني جمهوريه جديده، وبنحاول ندعم الدوله اللي احنا عايشين فيها عشان نعيش افضل. وده يعني السلوجان كان بتاع قوم صف واحد بنكسر حاجز الخوف. انا كلام ولد البنت مش مخليني عارفه اجمع او قادره اتكلم. طيب. تاني احنا محتاجين منك معلومات الحقيقه استاذ محمد. بيخافوا ان هم يتكلموا، اهاليهم بيخافوا يمشوا في الشارع، في اهالي بتتهجر من الاماكن اللي هم عايشين فيها. كون ان اب يطلع النهارده بكل جراءه عشان يقف جنب بنته، وده الطبيعي اللي هو لازم كان يعمل كده، فدي حاجه يعني تشرف كل الناس اللي اتطوعت في قوم عشان نوصل للمرحله دي. واتمنى من كل الناس اللي بتسمعنا انها تفهم ان جريمه الابتزاز هي جريمه مجتمعيه، وزي ما الاستاذه نهاد وضحت في الاول، هي فعلا احنا مشفقين كلنا على بعض، لان بسنت ضحيه المجتمع كله. ويا ريت يا جماعه تساعدونا، يا ريت يا جماعه تساعدوا الدوله. طيب هل عندك رسائل كتير او شكاوى كتير يا استاذ محمد من حالات ابتزاز؟ انا ما بننامش والله يا استاذ خيري، والله يعني ما بننام. يا معدل قد ايه تقريبا يا استاذ محمد؟ يعني الايام، يعني اليوم اللي ما تبقاش فيه رسائل كتير كده يعني لا يقل عن 300 رساله وانت طالعه. بقى كلهم بنات ولا بنات واولاد؟ لا بنات واولاد، وفي عصابات نودز وقصه. يعني اتمنى يا استاذ خيري ان انت تفتح قصه التجاره في الصور الاباحيه عن طريق التليجرام. لا ده انت هتشرفنا هنا يا استاذ محمد ومعاك الفايلات دي، ونقعد نتناقش فيها ونقدمها للناس علشان الناس تتعلم. والدجل يا استاذ خيري، الدجالين يا استاذ خيري طبعا الاحلام كوارث 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 لا تتخيلها، واحنا في كارثه كبيره جدا. انا بشكر مباحث الانترنت وبشكر وزاره الداخليه ان هم بيحاولوا يعملوا حاجه. اتمنى من المجتمع والناس تساعدنا، احنا مشكلتنا الكبيره في المجتمع، هو اللي بيوجه للفضيحه وهو اللي بيوجه اصابع الاتهام للضحيه. محتاجين نرفع الوعي يا استاذ محمد ونرجع الوعي تاني للناس. بس الحقيقه يعني انت لفت نظرنا الى ان في انواع مستغربه كمان من الجرائم والحاجات اللي بتوصل لكم. لو هتقول لنا حاجه عن الحاجات الغريبه اللي عايز تديها على سبيل المثال مثلا وصلت لك. يعني من الحاجات الغريبه ان الولد، كنا لسه بنحل مشكله ولد، طبعا هتستغربوا استاذ نهاد كان لسه بتتكلم في الموضوع ده، ولد كان بيتم ابتزازه، وبيتم ابتزازه عن طريق ولد، في عصابات بتستهدف الاولاد اللي عندهم مثليه، وتم استغلال الولد ده وتصويره، وبعد كده تهديده بقى يتنفس يعني حاجات معينه. يطلبوا منه يصور مامته، يصور باباه، يصور اخته. فكوارث لا تتخيلوها. النهارده الصبح احنا كنا في مدينه الفيوم بنشيل الاف الصور من موبايل مبتز بيتاجر في الصور الاباحيه. انت رايح له بنفسك يعني. والدجل بقى، وغير كده بقى يا استاذ خيري تعالى كارثه الاكبر، دكاتره النساء اللي موجودين على الانترنت الوهميين، ستات للاسف، والتخسيس. الموضوع ده كارثي منتشر انتشار غير طبيعي. لا يوميا انت عندك ملف عندك كلام كتير، عندك ملف كبير قوي. هنتفق والزملاء في الاعداد هيتصلوا بحضرتك وهتيجي تشرفنا ونعمل سلسله. يعني خلينا نكمل الظاهره كلها، واحنا واثقين في ان وزاره الداخليه ومباحث الانترنت مش هتتوانى اطلاقا، وقايمه بدور عظيم في هذا الاطار. على الاقل نعرف ايه المشكلات ونعالجها ازاي. انا بتشرف باللي انتم بتعملوه معانا، وان انتم كل فتره بتستضيفونا، فانا بشكر الاستاذه نهاد على الكلام بتاعها، وبشكرك على ان انت بتستضيفنا كل فتره، وان شاء الله نكمل، وباذن الله احنا كلنا صف واحد عشان نكسر حاجز الخوف في المجتمع، وان شاء الله يكون في جمهوريه جديده ودوله جديده زي ما احنا بنحلم كلنا ان شاء الله. باذن الله. بشكرك جدا يا استاذ محمد.